البارئ. قمنا صباح بكري، خليني توا وقت الفطور. وقتاش توا؟ الاربعة، الاربعة وربع توا الفطور. تخيل توا باش نفطروا، حتى فطور الصباح ما فطرناش. فيتامين وبيت مي وعبد الرحمن، معناها كان صعيب ياسر. انا ماني نرسم وكنت نجم، معناها ندرم صعيب. السقف كي تجي تعمل الماستيك يتعدى الماستيك بالآلة، اما نورمالمون الآلة هيك اللي يتعمل بها الماستيك يتعمل فيها المكان وين تحط انت المصلحة. باش كي يبدا السقف عالي ياسر نعرف تطلع بالاسكابو ولا السلوك، لكن ساعات فما ريس فهمت يلزمك العصا هيك باش تنجم انت، معناها تنجم تخدم على راحتك حتى من الارض. باهي مش مشكل، تفادينا هيك طلعنا له بالسلوم ونظرنا وكل شيء، لكن بعد في الحكايه بالمستيك لازمك تحط المستيك، معناها امبوسيبل طريه هكا ناقصه على الطول نتاعي. ما نجمتش، انا رفعت يدي وما نجمتش، معناها وليت بين بضاوة ويدي وداك مش مركز زي نتيح انا والسلوم. عارف داك اللي طريه وقدم هكا القليل برا، وليت عملت الجبادة هيك السميتة اللي بالعصا لصقت فيها كنت كادر الأخرش هكا على الجنب وعملت هكا باللي نقدر عليه. ما تحكش بالباهي، معناها ما وليش ما أصبحش أرطب، قلقني وكها. وبعد دخلت معناها رجلت الأماكن الساعة بجبال متاع كندا وكل شيء باش يولي وبيض، وبعد عملتهم بالسيرفاسات بالدهر الدهر، وعملت الأماكن الغامقين معناها اللي فيهم شوية وسخ غامقين هيك، وبعد زدت عودت عليهم بالرولو. الرولو هيك اللي فيه متاع المسلحة، معناها حق وحتى متاع الكذا الأحرج يعملوا له آلة اللي تدخل فيها المصلحة وتلصق وتنجم تعمل. نعرف فما واحدة إلكتريك، أما حتى إلكتريك عاملينها قصيرة هكا مش عاملينها كلي طويلة باش تنجم تحك بها. هكا الديفو هيك تنجموا تصنعوهم. الفطور نتاعي باش يبرد به. المهم أنا توا الجناح هيك رجلته الحمد لله سبع، وأحسن حاجة ما كان الصحة في شوية مشكوك والكل، ومعناه يهبط لي يهبط لي الماء فعليش ندي يهبط لي مصطح. عملت كجير وكل حكايات وبالسمان وما بالاسمنت ما مشاش، وليت عمل خديت شكارة سمان ابيض وليت نسقي في الشكوك متاع الصح بالسمان الابيض. تخيل شلقيته السمان الابيض هيك جيري عملته يدخل وهبط حتى هبط لي حتى جيت الدار. تخيل كي جيت نحي في الدهن معناها الزايد هيك لقى تحت السمان اللي انا سقيته من السطح، معناها الماء بالحق كان يقطر فعلا مش دخل بيه. انا فما شق ماشي هكا هيك تو سيت ملابك السمن الابيض كيما ما بين الفايونس ولا الزليزيه والزليزيه، بس عملته جاري وسقيته حتى يبس، معناها صبيته بشويه بشويه بين الشكوك فيلي، معناها ان امبوسيبل كان المطر بالزيت باش تهبط هذيك اللي هي السقف. هيك السمن تو نلقاها زاده لاصقه شويه، معناها يلزمني نفرقشو ويلزمني نطلع فوق السطح. وهذا الكل علاش؟ خاطر ما عنديش دهان، دهانا الساعة غاليين ياسر، أقل واحد 50 دينار في النهار، يزيد
وزيد مش موجودين. تلقى طبيب وما تلقاش دهاء. لا اليوم ما قمت من الصباح نحكي لك تجرى لي زيد من عندي يسر انا ما عملتش رولو ما عملتش انا جنب البنسو نعمل تانتور جيت نجرب الرولو فازا ماستا هبط لك السرفاسير كل على وجهي وجهي والابيض وعيني كحل وشعري وكملي دكا ومكمل ورجلت روحي وقلت هذا نزلت شويه رتوش كهوي وفندي في بالي من البيت يبقى لي شنو يبقى لي يبقى لي البراني الجرد عملته زر شوية زينة فيها شنو آخر ما نجدتش نطيب تعبت عملت عجة عملت فريتور دو روجي من بحر سيدي منصور رخيص في السعر كيلو سبعة دنانير نجم تلقى أقل والله تفقس بلاد البحر راهي انتوغي كل بالبحر البحر كل رايد بزيد هكا مقويات علاش مش نجم غدوه نكون مكمل البلافون زيدا اما مزيد مزيد كمالة غدوة خاطر يلزم مكوش واثنين وثلاثة عملت كل وقت اخر بحنا الكوشينة وقفت مشينا شوية شوية مشيت مزيد ما كملش مزيد في ناحية الساعة الدهن القديم ناحية الدهن بعد حق وتعب ولكن ما غيرتش معناها نعمل نرسم الكاتارات الأوزانين ياسر شوفوا شفت ما جمالها ما هانو ما هيكم البيبان متاع البلاكارات مش يوليه كيكا باهي معناها هي في البلاكارة شوف مزيان مكنتش يلمع وجوه مزيانين ياسر مازال لاخر ما عملتش معناها انا ما لبستش ياسر خليت كل ابيض
لكن فما القف اللي فيه ياسر الباهي ما جبتش نحطه بالباهي الالم طلعت فوق الاسكابو كل لكن كما قلت الطرف قلقتني كان نقز ولا حاجه معناها نخاف ما نجمش نقعد نطلع هزيت سقايا ما تخيل كيما نتاع دونس كلاسيك على البوانت نتاع سويفي وفي اعلى درجه من الاسكابو مش شده في شيء معناها وزيد نحك هكا 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 شبش نولي انا ما حبيتش نلعب ياسر فوق السلوم باهي عملت حاجة سريعة حاجة متهيئة نهار اليوم هذا تو باش نرتاح درج ساعة ساعتين نمشي نرفض كما الغدوة الصباح باقي الصباح فتحة نزل ربي معك الله ربي فاتح كل وفق الفرق باي باي معكم أمين السلمي.